أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا كريم. اللهم كنا ولادك. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. الله نعم. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الله يبشرك. الله يستر عليك. الله يبشرك. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الله كل نفس ذائقة الموت. حقا. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إليه المرجع والمصير. سبحانك يا رب، سبحانك يا قادر يا عظيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي أكبر. شيخ المشايخ ضيفت عليك. ربنا يجدك من نعيم الله. كل نفس ذائقة الموت. حقا. نعم يا رب. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الله 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 الله. عرفت عليك. الله. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات
يا استاذ نور عليك يا عم حسن. الله عنا منهم يا رب. الله اكبر. مدد يا رب. مدد يا رب. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. الله أكبر يا شيخ المشايخ يا محمود. نورتنا ربنا يحافظ عليك. الله أكبر. ربنا يحافظ عليك يا مولانا. نعم عمرك يا رب. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحت الأنهار. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الله يا أهل القرآن. اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم. الله الله يبشرك. الله يبشرك يا رب. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم أجر العاملين. الله نعم أجر العاملين الذين صبروا أكبر. يا حبيب اللهم صل على النبي. أهله يا شيخ محمود. اللهم صل على النبي. الله الله الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم يا شيخ محمود. بشكل النبي متجسد برسيدنا صلى على النبي. لنثقينهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. مدد الله حافظ عليك. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ما نمشي حل مولانا. والله نعم يبشرك. ما نمشي حل مولانا يا جمال النبي. نعم اجر العاملين. اللهم اجعلنا منهم. نعم يا قرآن. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. صلى على حضرة النبي. صلى على النبي. لنثقينهم من الجنة غرفا تجري من تحتها
اللي ما يسمعك يا شيخ محمود. يا رب الله اكبر. حزين استاذ صديق حزين اللي ما يسمع. استنى يا نعم اجر العاملين. الله اللهم اجعلنا منهم يا رب. الله اجعلنا منهم. لنثوينهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ربنا يقويك. ربنا يقويك يا مخلص يا مخلص. الشرف والله لانك امين يا شيخ مخلص يا شيخ محمود. ذلك الله امانه. خالدين فيها نعم اجر العاملين. الله الله اكبر. صل على النبي استاذ شواد. اللهم صل على النبي. طبعا مدرسة يا مدرسة يا معلم هنا يا اخي تأذي القرارات والله. نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. الله 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 عليك. فحم فحم. اجعلنا منهم يا رب. الله الله. ثاني عم الحاج محمود اول مره نسمع القراءه دي. الله ربنا يحفظنا واياك يا مولانا. الله الله. تاريخ يا عم الشيخ محمود. تاريخ يا مولانا انت يا مولانا. الله الله حقا. الله الله. نعم أجر العاملين. يا عين الجمال. ربنا ما يحرمنا منك أبدا. آمين يا شيخ. يا سلام. وحن علينا والنبي مولانا. نعم أجر العاملين. سيدي يا نعم يا سيدي. الله أكبر. نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. نعم يا سيدي نعم. الله 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 عليك. الله الله الله. الله يفتح عليك. الله 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 الله. يا سلام. سمعك خير يا مولانا. وكأين من دابة لا تحمل رزقها كريم سبحان الرزاق العظيم. الله 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 سبحانه سلام وتعالى. وحشتنا والله العظيم. سبحانك يا رزاق. وإياكم. الله أكبر.
الله يحافظ عليك. يعني يا مولانا اه حلاوتك يا باشا ده ايه النور ده مدد يا رب. وهو السميع العليم. نعم يا جيل عشرة روينا يا مولانا. والله الله ايوه في شوقي ليك. الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر. الله نعم يا سيدي. خش خش يا مولانا. هذا تعال هذا الخلاق العظيم. حان القادر. نعم يا نور. الله حان القادر. حان الوهاب. حان المسخر. يا منطل يديك الصحة. والله ولئن سألتهم حبيب الملايين. نعم يا معلم. ايوه يا سيدي. نعم الله اكبر يا استاذ. نعم يا سيدي. نعم الله 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 يحفظ عليك. فأنى يؤفكون يا سيدي. نعم سلام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض والأرض من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر والله العظيم اللي ما يسمعك يا عم شيخ محمود. اه هو ده العلم. والله العظيم اللي ما يسمعك. اللهم صل على النبي. يا بيت رسول الله مسيب حاجه يا شيخ محمود. يا بيت العلم. سالتهم ولئن سالتهم. ايوه يا عم الشيخ. يا رسول الله. امال ايه اللي يوسف عليه؟ بس يا جماعه. ايوه. فأنى يؤفكون. حبايبك كلهم حواليك الليلات. ما تحرموش ده النبي هنا النهارده. ما تحرمناش العظيم وهم شكل ماذا ولئن سألتهم يا بيت الكرم يا بيت العلم يا بيت العلم. الله اكبر. اللهم صل على النبي. ولئن سألتهم من خلق السماء البيت بيتكم والكلام ليكم يا عم الشيخ محمود. ايوه يا عم. نعم الشيخ محمود احنا في الحوارت اهي ما اتكلمتش ليه. فأنى يؤفكون. نعم يا سيدي. نعم انت سيد الكل والله. يا الله اكبر ملك القراء. الله اكبر على عيني رب النبي صلى الله عليه وسلم. مدد يا رب. صل على حضره النبي. الله مولانا والنبي.
الله يا الله الله يبسط الرزق لمن يشاء يا باشا ما هو باسط رزقه عليك يا باشا العلم كله ده 20 سنه ورا العلم كله دي والله كله ايه هو احلى رزق في الوجود اهو معاك اهو الله 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 يا جمال النبي الله يحفظك الله يا بسط الرزق لمن يشاء في العالم مش هنلاقي حد ربنا يديكوا الصحه والسرعه عايزين لفظ الجلاله وحديها يا عم محمود الله يحافظ عليك مدد يا رب ايوه الله الله يا بسط الرزق لمن يشاء الله يحافظ عليك الله الله على حاله يا مولانا الله اكبر عليك الله الله اكبر على ما عليك فيك الله عليك الله يا عم الله النبي حلو الله عليك يا عبد النسي الله يحيي منك والله بيعملها حادث العمر الله 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 اكبر والله كل ما بقولك هنا اول مره السنه عم تحمل الله يا بسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر جمال النبي الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ربنا يمدك من مدد وديك من نور سيدنا النبي يا شيخ محمود الله بكل شيء عليم ربنا يعطيك الصحة والعافية هو على كل شيء سبحان الله سبحان الله الله أيوة جامد قوي فيها شغل تاني ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض يا سبحان الله يا سبحان الله القادر المقتدر نعم وعلى كل شيء قدير يا مولانا الله أكبر على طلاقة القدرة الإلهية يا طلاقة القدرة الله أكبر ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض يا سبحان الله معلم سبحان الله يا معلم يا كبير أكبر تقرأ وتفسر يا مولانا والله الله أكبر على تصوير القرآن طالع من فمك مصور تصوير كل عيان يا مولانا الله أكبر فأحيا به الأرض من بعد موتها
حنين حنان سبحان الحنان العظيم مفسر والله مفسر. قل الحمد لله الحمد لله على كل شيء والحمد لله اللي رزقنا دي الله بل أكثرهم لا يعقلون ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها الصوت العمران أكبر من بيتك وخلي لك الصديق يا رب رب على كبيتنا بحر وجبلي حوارتك. قل الحمد لله جميل مول ملكش حل مولانا والله بل أكثرهم لا يعقلون الله بل أكثرهم لا يعقلون. لا إله إلا الله. جميل يا أخي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألته شفت علي النوار من عبد الحكيم أستاذ الوقف يا أستاذ. ولئن سألته من نزل من السماء يا جميل حسن. قل الحمد لله نعم الحمد لله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم يا مولانا عشان الشيخ ولئن سألتهم يا بيت الكرم يا كريم الله العظيم مفسر ايوه يا عمي الله ايوه يا عمي الله ولئن سألتهم يا باشا عشان خاطر
رب يا استاذ يا كبير طلع على حضرة النبي ما تدخلش عليه بحجابتك عايزين ما يسمعك يا شيخ محمود بالست الوزير لا تعيدها من التاني ولا سالتهم الله عليك يا مولانا سلام ولئن سألتهم من نزل من السماء مليون تحية يا شيخ محمود تصوير مشاهدات يا حبيبي الملايين العمد حبيبك بتحتاج كده من شاوي وللحمد لله الحمد لله ربنا يحافظ عليك الصحة يا أبو علي بل أكثرهم لا يعقلون نعم يا سيدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب علمنا الأدب أيوة يا سيد ذكرني ذكرني يا سيد وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب نعم يا قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعم يا سيد وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وما هذه الحياة الدنيا إلا له حي 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 ذكرنا الله يذكرك نعم يا أهل القرآن يا رجل الله وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب لا إله إلا الله وإن الدار الآخرة لهي الحياة لو كانوا يعلمون وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق نظفوك يا سنا الشيخ الله يعطيك العافية